يقول: هناك من يقول إن دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليه إنها دعوة سياسية لا دعوة دينية، يقول: كيف نجيب عن هذه الدعوة؟ لا تجيبونهم، هؤلاء السفهاء، خلهم يقولون ما يشاءون. دعوة الشيخ واضحة والحمد لله، ما فيها لبس، وأنتم تقرؤون الآن كتابه وشرحه، ما فيها لبس. صاحب الهوى ما أنت برادة عن هواه مهما قلت، والحق واضح ولله الحمد. نعم، وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقهم. إذا كانوا يبون النار يروحون كيف. نعم.